عنا مكالمة من الأخت مريم. أهلا وسهلا أخت مريم، أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا حضرة القسيس، أهلا وسهلا فيك أخت مريم، أهلين. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وكل الاستاف بخير. بمناسبة عيد الحب، يسوع هو الحب. آمين. أخت مريم، طبعا يعني أنت عابرة إلى المسيح، إيه اللي بميز المسيح؟ أنا تكلمت عن المحبة، إيه هاي المحبة اللي بنتكلم عنها بمجرد أنك غير مسيحي، كنت قبلا غير مسيحي اختبرت هذه المحبة، ممكن تخبرينا؟ أيوة أكيد، لأني أنا بصراحة أنا اللي خلاني شكيت في الإسلام عدم محبة إله الإسلام ليا، لأنه بكل بساطة أنا مخلوقة منه. فلما هو يقول لي مثلا في سورة النحل إن لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعلمون، معنى كده إيه؟ معنى كده إن ربنا هو اللي كتب علي أكون إنسانة شريرة لأني بغلط، مش زيه، أنا مش مقدسة. فهو قدر لي إن أنا أكون بخطأ، ومش بس كده، هو المتسبب في الخطية، لأن هو اللي بيقول لو شاء كان جعلنا كلنا ما بنخطأش ولكن أضلني، افرض ان انا انسانه شريره، فهو اللي سبب الضلال. وبعد ما هو سبب الضلال، لا ده كمان هو القاضي، لانه هيسالني عما كنت اعمل، ومش بس كده، هينفذ الحكم فيا، لان في ايه تانية بتقول لك سنفرغ لكم ايها ثقلان، يعني سنفرغ لكم ايها الانس والجن وهنحاكمكم باللي هتعملوه. وايات طبعا الدينونه في القران كتير جدا. فمعنى كده ان انا بتبع اله سيدي، هو اللي خلق فيا الخطية وهو اللي هيحاكمني بناء على هذه الخطية. فطبعا حسيت ده بظلم، ان انا ليه انا يبقى مقدر عليا ان انا اكون خاطية وكمان احاكم في حاجة انا مش انا اللي طلبتها لنفسي. انا لو انا كان حد سألني من الاول كنت هقول انا عايزة اكون في الجنة، ليه انا اروح النار؟ فطبعا ده اول كان سؤال ليا، لحد ما ربنا فتح عيني عن الحق وعن محبته، وشفت المسيح عمل معايا ايه. يعني انا لو حبيت اشرح انا المسيح ازاي افتقدني، اكتشفت ان محبه المسيح بالنسبه لي ان هو حبني بطريقه غير مشروطه، يعني اخذني بعبلي كده زي ما بنقول في مصر، اخذني وهو قابلني باخطائي وعرف ان انا سقطت في الخطيه من وقت خطيه ادم وغير طبيعتي، يعني صبر عليا لحد ما هيخليني الى تلك الصوره عينها. ففي آية في حزقيال بحبها جدا، اللي هي بتقول فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي. يعني إيه؟ يعني النفس البشرية المشوهة بسبب الخطية كأنها كانت مداسة بدمها، وقع على قارعة الطريق، محدش لفت انتباهه ولا حد قرر إن هو ينقذها من منظرها. الآية دي عجبتني جدا، إن ربنا هو اللي افتقدني، شافني مداسة بدمي، بدم الخطية، وقال لي بدمك عيشي. هيعيش إزاي؟ لم يشفق على نفسه، بل بذل نفسه من أجلي أنا، لأن أنا كإنسان ما أقدرش أطلع نفسي من الخطية، ما أقدرش أبرر نفسي لأن أنا ضعيفة قدام الخطية. فهو إداني تبريره. لو جينا بصينا للآية العظيمة بقى اللي في كورنثوس 13 اللي بتتكلم عن المحبة، لو قرناها ليه المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تطلب مال لنفسها، لا تتفاخر، لا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء. أكشلي ربنا قبل ما يقول لنا إحنا نعمل كده هو عمله علينا. إزاي؟ هو تأنى عليا، هو ترفق عليا، ما استعلاش عليا لأنه هو بار وأنا خاطية، لم يطلب مال لنفسه بل بذل نفسه من أجلي أنا الإنسان الخاطئ، لم يفرح بإسمي في كل شيء، صبر علي، محبته لم تسقط أبدا ليا. وبحب الآية اللي في سفر نشيد الأنشاد اللي بتقول المحبة قوية كالموت. ده معنى إيه؟ معنى إن مفيش حاجة تقدر تهزم الموت، ده حقيقة، ده فاكت، إن الموت لا يهزمه أي شيء. وكذلك محبة الله ما هزمهاش خطيتي، ما هزمهاش غبائي لما اتأخرت في التغيير،
ساعات كتير ربنا بيكلمنا بحاجات ممكن ما نفهمهاش من أول مرة، ممكن نستنى شوية، ممكن نعوج المستقيم أو نتأخر في الريسبونس، لكن ومع ذلك محبته لينا لم يهزمها تأخيرنا في التعليم أو إن إحنا تعوجنا المستقيم أو أي شيء. هو بيفضل يتأنى علينا، يفضل يصبر علينا، عندنا ضمان وحيد محبته. محبته إن هي ادتنا كل شيء، ادتنا حياة أبدية، إن هو قال كده، آمين. قال إن من يثبت في المحبة فله الحياة الأبدية.